اسمك با محمد ياك؟ محمد خسقاوي محمد. مرحبا مرحبا. شحال من عام قلتي لي؟ 55. 1967. 55. إذن متابعينا الكرام، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الأعزاء الأوفياء لقناة شوف تي في من مدينة قصب التادلة. اليوم سرقة با محمد. با محمد عنده 55 سنة في العمر ديالو. مسكين قال لي بأنه تنسعى وبأنه الحالة الاجتماعية ديالي كارثية جدا. با محمد تيقول بأنه راكد عليه النص، كان معلم جليجي في الفايونس ما بقاش كيقدر يخدم لأنه وليد ديالو ما بقاش كيقدر يتحكم فيها، عنده عرق مبوشي ليه في الراس سبب له أنه هذا المرض ما بقاش يقدر يمشي الموقف ولا يمشي يخدم عند الناس. اذا غادي نخلي با محمد هو اللي غادي يعطينا الصرخه ديالو. السلام عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي. الاسم ديالك؟ الاسم ديالي الرزقاوي محمد، قاطين في قصبه التادله فايت عمر بالضبط. وانا كنطلب من اي واحد يعني بغيت شي مراه، لكاين شي مراه واخا تكون كبيره في العمر ما عنديش مشكل في العمر، شي وحده تعاشر معايا لله تعاون معايا تونسني تعمر عليها شي اللي تنطلب. وكاين شي مساعده انسيه من شي محسنين ولا شي جمعيه مرحبا، الله يرحم الوالدين راني محتاج له. تنسعى تنطلب دابا وماتت لي المراه وخلات لي جوج الابناء تيعيشوا مع جدهم مع امهم، وانا كنعاونهم بداك الشيء بقدرني الله. الله يرحم الوالدين الله يجازيك. كنت نخدم الفيانس اولي، لا كنت نخدم في الناظور، انا كنت خدام كنصور فلوس، ولكن مرات دابا ما نقدرش ندير والو. دابا راقد عليا النص ما نقدر ندير والو الحمد لله. هذا الامر ديال الله، اللهم لك الحمد على اللي يبغى الله. بو محمد كيفاش كتعيش الحياه اليوميه ديال الشاب؟ ولدي تنمشي تندور تنطلب تنجمع داك شويه 1000 فرانك ولا 300 تنشري بهذاك الشيء باش تنعيش، وتنجمع الكرا لهذاك السيد باش كاري عنده ب 4000 ريال البيت، تنجمع له 4000 ديالو تنعطيها ليه وانا عايش الحمد لله ولله الحمد. تعيش بوحدك؟ بوحدي هو. انت بغيتي شي مرا اللي تهلا فيك تكون بغيتي عاد تونسني عاد تعمر عليا المعيشه ديالها ما تخممش فيها. شي وحده درويشه بغات تعيش مرحبا بها، المعيشه ديالها ما تخممش فيها، انا نطلب ونجيب لها وتعيش وتعيش معايا معززه مكرمه دون استثناء الحمد لله. دابا خوتك المحسنين خوتك المغاربه كيشوفوا فيك دابا، شنو هي الرساله اللي بغيتي توجه؟ الرساله اللي تنوجه لهم هي انا عندي رغبه في مراه باغي زوجه باغي نتزوج، وبغيت يعاونوني شويه المحسنين كاين باش يعاونوني، كان يعني كنلقى صعوبات في المعيشه ديالي اليوم والخصوص الكيرة، يعني الكيرة كان محل فيه بزاف لان 4000 تجيني قاصحه باش نجمعها. 200 درهم 4000 ريال. 200 درهم تجيني قاصحه باش نجمعها، وسعد السيد اللي كاريا مسكين تيتعاون معايا تيصبر عليا ماشي تيزير عليا تلديك الدرجه. الله يرحم الوالدين، انا كنادي على اي مغربي في انحاء المغرب الله يجازيكم بالخير، اي واحد بغى يدير شي مساعده لله في سبيل الله. انا ما كنتش هكا، انا كنت نعيش في الناظور كنت نخدم في الفيانس كنصور 300 درهم 400 في النهار، ولكن الغال الله الامر ديال الله جا اكبر مني. مرت النمره ديال التليفون ديالك باش النيميرو ديال التليفون ديالي هو 06 63 32 57 37. 06 النيميرو ديال التليفون ديالي 06 63 32 57 37. وانا الحمد لله بكامل قوايا العقليه ماشي شي واحد يعني عاقل عارف اش كندير الحمد لله، واخا ربي مرض لي النص العقل باقي مزيان الحمد لله ولله الحمد. شكرا الله يجازيك اولي. اذا متابعينا الكرام كيف ما سمعتوا با محمد 55 سنه كيطلب شي مراه تساعده وتوقف في جنبه وتكون معاه في البيت اللي كيعيش فيه، هو كيف ما تيطلب انه هو مريض مسكين الله يشافيه كيطلب فقط المساعده من خوتو المغاربه والمحسنين كذلك اللي بغى يتعاون معاه يتساعد معاه. راه قال لنا الرقم الهاتفي ديالو في اللايف. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام الاعزاء والاوفياء لقناه شوف تي في، اضرب لكم موعدا في بث مباشر اخر من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها، مع تحيات اخوكم طارق، اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.